طيب الله اوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وهذه المقابله الخاصه التي تاتيكم معي انا ندى عبد السلام، وضيفي فيها مدير البرنامج الانمائي التابع للامم المتحده السيد اكيم شتاينر. بنرحب بك معنا سيد اكيم. شكرا جزيلا لك. دعنا نبدا اولا بالحديث عن مشاركه البرنامج الامم المتحده الانمائي في القمه العالميه للحكومات. هناك العديد من الموضوعات التي تم طرحها، كيف ترون هذه المشاركه وكذلك ما ابرز المخرجات؟ يجتمع هنا في دبي في القمة العالمية للحكومات خبراء السياسة العامة من القطاع الحكومي وأيضا المبتكرين في اقتصادنا، إن كان شركة التكنولوجيا، خبراء مستقبل التكنولوجيا. وبالنسبة لي كرئيس برنامج الأمم المتحدة للإنماء، إنها فرصة جيدة لكي أتواصل مع خبراء السياسة الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين، لأنه في نهاية المطاف التنمية ومستقبل اقتصاداتنا يعتمد على بيئة تنظيمية ذكية تجتمع مع التكنولوجيا ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يخلقون فرص العمل والفرص. وأعتقد أنه في هذه الأوقات المليئة بالأزمات علينا أن نفهم أنه ما من إجابة بسيطة لهذه التحديات التي نواجهها. التكنولوجيا فرصة كبيرة، ولكن لابد من أن تكون فرصة للجميع يمكن المشاركة فيها. هذا هو جانب واحد عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية. كيف يمكن للسياسة العامة أن تضمن بأنها هي غير متوفرة فقط للميسورين بل أيضا للجميع وليس فقط من تخرجوا من الجامعات؟ أشرتم إلى السياسات الواجب توفرها لتشجيع التكنولوجيا وكذلك الذكاء الاصطناعي على النمو بشكل أكبر في الاقتصادات خلال الفترة القادمة، لكن ماذا عن أبرز السياسات التي يتوجب على الدول اتخاذها مستقبلا؟ بداية، وكما هو معروف في تاريخ التنمية، الحكومات تؤدي دورا بارزا في توفير البنية التحتية. البنية التحتية الرقمية تعتبر مجالا نركز عليه بشكل كبير. على الحكومات أن تقوم بوضع المحفزات للمستثمرين وأن تكون مستثمرة من خلال توفير مثلا كابلات الوصل للألياف البصرية ومثلا في نظام التعليم. إذا ما قادة المدارس لم يدمجوا هذه التقنيات الرقمية، فخريجي المدارس والجامعات يعانون في من إيجاد الوظائف في الاقتصاد الرقمي وينقصنا الاستثمار حينها. علينا أن نضمن بأن الذكاء الاصطناعي ليس هو فقط البيانات للشركات الدولية التي تشكل الخوارزميات التي بناء عليها تؤخذ القرارات واستثمارات الحكومات وبرامج الاجتماعية. هذا تحدي كبير لاستخدام البيانات اليوم. كيف تعكس هذا التنوع في مجتمعاتنا، وكيف نضمن أيضا بأن هذه البيانات تغطي واقع الجميع، وبالتالي هذا يؤثر على السياسات العامة التي بدورها تؤثر على حياة العديد. لذلك التنمية وتطوير بنية متكاملة ونظام متكامل مع الحفاظ على خصوصية البيانات وإدارة البيانات تعتبر أساسية لنجاح الرقمنة وتنميتها. ومن ناحية أخرى نلمس أن هناك فرص للنمو تقابل هذه التحديات. بأي مدى تلمسون النمو المتوقع، وكذلك ما هي النسب المتوقعة له؟ الذكاء الاصطناعي سوف يحول كل جوانب التنمية، إن كان منصات خدمات الحكومية الإلكترونية التي تسهل الاستثمار وتفرض التنظيمات وتصدر التراخيص. وبالطبع الشركات عادة ما تعاني من هذه البيروقراطية التي لا تسرع عملها بل تبطئها. هنا نحن بحاجة إلى السياسات والأسواق المفتوحة الجديدة، قطاع التأمين مثلا، العلوم المستخدمة في وضع التقديرات لقياس المخاطر التي تؤثر على وضع بوليصات التأمين. هذا يغير بالتالي طريقة عمل شركات التأمين الصحي في الاقتصادات الأفريقية أكثر دقة، وبالتالي الأسعار تكون أقل والأقساط للتأمين تكون أقل لهؤلاء الفقراء، وبإمكانهم أن يحصلوا على تأمين صحي في المستقبل. أيضا هذا ينطبق على الاتصالات والتكنولوجيا والنقل ومعالجة البيانات كخدمة وتوفيرها للاقتصاد ككل. الكثير من الفرص ولكن هي لا تتحقق. أشرتم إلى الصراعات في المنطقة وتحديدا الصراع بين إسرائيل وغزة. لأي مدى تلمسون أو تقدرون حجم الخسائر على الاقتصاد في غزة وكذلك الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام؟ الأمم المتحدة وبرنامج الإنمائي والأنكتاد أصدرنا عدد من التقارير التي تبين تداعيات النزاع في غزة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان قد وضع توقعات لثلاثة أو ستة أشهر لسيناريو هذا النزاع، ولكن دون أي شك يمكن أن أقول لكم بأننا لا نعاني فقط من مأساة وكارثة إنسانية بل كارثة تنموية أيضا. وبالطبع وفقا للتقديرات فنحن بحاجة إلى عقود لكي نتمكن
من أن نعيد ونبني اقتصاد غزة مقارنة بذلك الذي كان قبل 7 أكتوبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي وأيضا من حيث مستوى المعيشة والدخل. فبالتالي التعطل والدمار ليس فقط مادي بل أن اقتصاد بكامل تعطل ودمير. لذلك نحن نرى بأنه الفقر المدقع ارتفع، البطالة ارتفعت ليس فقط في غزة بل حتى أيضا في الضفة الغربية. أكثر من 170 ألف وظيفة للفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي قد ألغيت، انتهت. هؤلاء الأشخاص كانوا يحققون لقمة عيشهم من خلال هذا العمل، اليوم هم عاطلين عن العمل. أيضا شبكة الضمان والأمان الاجتماعي غائبة لتوفير الدعم اللازم إذا مستويات الفقر على ارتفاع. وإذا ما أخذنا بالطبع هذا التأثير على ما يحصل في غزة وعلى الدول المجاورة، نعم الدول المجاورة تتأثر، فقد تم إجراء تقييم اجتماعي واقتصادي على لبنان وعلى مصر جراء الحرب في غزة، وتبين بأن التأثير القصير أقل قابلية للتقييم، لأننا بحاجة الوقت لكي تترجم هذا في أرقام إجمالي الناتج المحلي. ولكن تخيلوا التعطل في قطاع السياحة المصري والتعطل في الشحن عبر قناة السويس، مصدران أساسيان للإيرادات للاقتصاد المصري. لبنان الذي يتخبط في هذه الأزمة، الأزمة المالية والاقتصادية، واليوم هذا البلد الذي عليه أيضا أن يتعامل مع تداعيات حرب غزة، هذا يؤثر بشكل كبير على اقتصاد والشعب على المدى البعيد. وكلما طالت هذه الحرب كلما كانت التداعيات أعمق وتأثيرها أكبر، ليس فقط على شعب غزة والضفة الغربية بل أيضا في اقتصادات الدول المجاورة. وماذا عن باقي الدول المتضررة؟ أشرتم للبنان وكذلك مصر، لكن ماذا عن الأردن؟ مملكة الأردن أيضا يعانون، وخلال الجائحة تأثروا بشكل كبير، وبعدها كان لديهم نقص في قدرة تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية والتحديث والتنمية، وبالتالي هذا الاقتصاد ليس لديه الكثير من الموارد المالية مقارنة بالدول الخليجية. عليهم الاقتراض وعليهم جذب المستثمرين، والنزاع القائم حاليا على حدودهم دون أدنى شك يؤثر عليهم ويؤثر على مملكة الأردن. وأضف إلى كل هذا استضافة ملايين اللاجئين على أرضهم، حيث أن المجتمع الدولي كان قد وعد بتوفير الدعم للأردن، هم فعلوا كذلك جزئيا، ولكن كل أردني يقول لكم أنه في نهاية المطاف الأردنيون هم يمولون أكثر لدعم اللاجئين من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وبالتالي هذا في نهاية المطاف يشكل معضلة لأي حكومة لكي تبررها لشعبها. سيدة كيم، تحدثت على أن معدلات البطالة والفقر ربما ترتفع خلال الفترة القادمة، لكن بأي نسب قد تشهد هذه البطالة والفقر ارتفاعا مستقبلا؟ نسب علينا أن نضع هذه التقديرات أو التوقعات. نحن في غزة مثلا فقط نتحدث عن ربما أغلبية التوظيف قد اختفى والاقتصاد توقف كليا، ونحن في أزمة إنسانية كارثية، حتى أن المساعدة الإنسانية لا توفر الدعم اللازم، وبدأنا نلتمس إشارات سوء الغذاء وحتى الجوع في بعض أجزاء غزة، والسبب يعود إلى أن المساعدات غير قادرة على الوصول، التجارة متوقفة، مستحيل السلع لا تدخل إلى غزة ولا تخرج من غزة، بالتالي انهيار للاقتصاد. إذا نظرنا إلى معدلات البطالة في الدول المجاورة، ما زلنا نراقب لنرى مدى تأثير هذه الحرب على هذه الأرقام، قد يستغرق ذلك بعض الوقت، ودون أدنى شك خسارة الوظائف قد يكون بين 5 أو 6 أو 10% وأعلى. نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون الأكثر تضررا، لأن الدول ينكمش نموها، وبالتالي تتراجع قوتها الاقتصادية والتمويلية، ولا نعرف إلى متى ستطول هذه الأزمة، وبالتالي هذا سوف يؤثر دون أدنى شك على اقتصاد لبنان والأردن واقتصادات الدول المنطقة للسنوات القادمة. وبأي نسب تتوقعون نمو اقتصادات المنطقة في ظل هذه التوترات الجيوسياسية؟ حاليا يمكننا بالكاد أن نتحدث عن سيناريو نمو، نحن نتحدث عن سيناريو انكماش، ولكن الاقتصادات قبل النزاع وبعد جائحة كوفيد بدأت بتسجيل نمو مستويات ومعدلات مقبولة مقارنة بالعقود السابقة، معدل نمو 4-5-6%. وبالتالي من الواضح إذا ما توصلنا إلى هدنة واقتصادات المنطقة عادت للتعافي، فمن المتوقع أن تعود إلى هذه مستويات النمو وهذه المعدلات. هذا ليس فقط عامل ينطبق على المنطقة بل يعتمد على
ما سيحصل في الاقتصاد العالمي. حاليا نحن نشهد أنه ما زال لدينا فترة مطولة لأسعار الفائدة المرتفعة والتي يصطحبها معدل التضخم مرتفعة، وبالتالي تكلفة الائتمان وتكلفة الاقتراض أعلى، وتكلفة خدمة الدين أيضا ما زالت عند مستويات عالية. بعدما تحدثنا عن كل هذه الأمور، دعنا نتطرق إلى استراتيجية البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2024 ووسط هذه التحديات والتغيرات، على ماذا ستركزون؟ أولويتنا حاليا هي أنه كجزء من منظومة الأمم المتحدة أن نضمن أنه بإمكاننا أن ندعم مئات وملايين الأشخاص الذين يعيشون في الأزمات والدول المتأثرة بالأزمات في المنطقة التي تحدثنا عنها. جزء من العمل الذي نقوم به، القائمة طويلة، في أفغانستان، في ميانمار، في ليبيا وهايتي، وأيضا في منطقة الساحل الكثير. علينا أن نذكر المجتمع الدولي بأن العديد من هذه التحديات التي تواجه الشعوب اليوم حتى في ظل هذا التعطل السياسي لا يمكن معالجتها فقط، ولا يمكن حلها فقط من خلال المساعدة الإنسانية. علينا أن نستثمر في حياة هؤلاء الأفراد، ننقذ حياتهم وننقذ معيشتهم. في أفغانستان الأمم المتحدة تدعم اليوم بمنهجها الإنمائي 75,000 شركة للنساء، هذه مؤسسات للنساء، حيث أن المرأة تخلق الوظائف لها ولخمسة أو ست نساء أخريات، وكل منهن تعنى بخمسة ستة أو سبعة أشخاص. ولذلك حتى في هذه الظروف الصعبة جدا أن التنمية من جانب تحافظ على كرامة هؤلاء النساء، وأيضا تستثمر في قدرتهم على مساعدة أسرهم، وهذا هو أساس التعافي. إذن جانب من العمل هو يركز على هذه الدول التي تتخبط في الأزمات، وجانب الآخر من عملنا يركز على التكنولوجيات. نحن نعيش في عصر تحول تكنولوجي، تركيزنا هو مساعدة الدول على أن يكون لديها تقليل الجهوزية الرقمية، بنية تحتية رقمية الحكومية، وأيضا التركيز على مسألة الفقر وعدم المساواة والشمولية. الكثير من دولنا عالميا اليوم تواجه هذا التعطل السياسي وهذا الإحباط وهذا التطرف، وذلك لأن المشكلة مشكلة الدول أنها لا تضمن أن الجميع يحظون بفرصة متساوية، ولذلك أن التنمية لابد أن تكون متوفرة للجميع وتصب بمنفعة الجميع، وإلا سوف نخسر النسيج الاجتماعي وهذا العقد الاجتماعي. في الختام بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد أكيم. شكرا لكم، وشكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة.